بمناسبة الحفلات، وأنا لسه مركز معاك في فكرة الحفلات الخارجية سواء في الدول العربية أو في العالم، تقريبا أنت الفنان الوحيد اللي عندك بروجرام شبه سنوي في كل دول العالم سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو كندا وأستراليا، ومش بس بتروح الدولة، ده أنت بتعمل جولة كمان جوه الدولة، يعني جولة في الولايات الأمريكية، جولة في بعض المدن الكندية والأسترالية. طبعا ده محبة وان انت مطلوب ومرغوب، دي حاجة رائعة، بس انت ليه بتحرص عليها؟ هل بتحس ان ده جزء من دورك تجاه بلدك؟ هو حاجتين الحقيقة. طبعا دور تجاه بلدي، ان انا في النهاية لما بروح لكل بلد اللي عارفني عارف ان انا مطرب مصري عربي، مهمة قوي دي طبعا. اللي مش عارفني بيسأل مين ده، بيقولوا مطرب مصري عربي. صح. ففي النهاية صورة إيجابية كويسة، فيها حالة حب جميلة في وسط الناس، في ظل الإعلام الغربي اللي دايما بيسلط الضوء على الحاجات السلبية في مجتمعاتنا العربية، فبيشوفوا حالة تانية، بيشوفوا مطرب بيغني والناس حباه وهو حابب الناس وحاجة لطيفة. وناس حتى كل تور بعمله بعد كده بلاقي بيطلب مني إن أغني في مسرح أكبر، عشان في جالية بقى في أجنب، يعني أجانب بيسألوا عليا. تمام. بخلاف الكام أغنية اللي عملتهم مع فنانين عالميين، بقى في بعض الجمهور الأجنبي، بس اللي بيكتر الجمهور الأجنبي أكتر كمان لما بيبدأوا يحضروا حاجة وينبسطوا وعايزين يجوا تاني، بيجي العدد أكبر بكتير.